أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل اقرأ. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم: إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في امرأة أوس بن الصامت. هذه في نسخة الفتاوى، في بعض النسخ المطبوعة، في نسخة عندكم بعض النسخ المطبوعة امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وهذا وهم، ولذلك بعض النسخ أتت على. فهل شيخ الإسلام وهم حقيقة هنا لأنه من إملاء فؤاده وكان سب قلب، أو أن هناك نسخ خطية أثبت فيها كما في الفتاوى؟ فإن ما ندري هل ابن قاسم هو الذي عدلها مثلاً بيّنها، أو أنها لا وجدها هكذا بالنسخة الخطية. لكن أكثر النسخ الخطية الموجودة في المقدمة قوله نزلت في امرأة ثابت بن قيس، وهي وهم كما قرأها زميلكم، بل هي أو امرأة أوس بن الصامت، وهي خولة أو خويلة بنت ثعلبة. نعم. وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل مكة اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. طيب أحسنت. سبب النزول يا أخواني تعريفه هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، وهذا التعريف من أعدل التعريف في تعريف سبب النزول. ليش قلنا وقت وقوعه؟ لأن لو رجعت إلى كتاب الواحد يا أخواني عند سورة الفيل، ما سبب نزول سورة الفيل يا أخواني؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ نعم. يقول الأخ أن سبب نزول سورة الفيل هو هدم الكعبة، صحيح؟ ها؟ يعني معنى هذا أن القرآن نزل يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يولد. هل هذا صحيح؟ وهذا يورد ترى في أسباب النزول، يقولون سبب قصة سورة يوسف هي سورة، سبب نزول سورة يوسف هي قصة يوسف، هذا مو صحيح. ليش؟ ليس وقت وقوعه، سبب النزول هو أن تحصل الواقعة ثم ينزل، كما سنبينه إن شاء الله تعالى في أسباب النزول الصريحة وغير الصريحة، وخلافات كثيرة سنبينها إن شاء الله تعالى، تعدد النزول وتعدد الأسباب وعبارات الصريح والجمع بين أسباب النزول إذا تعارضت. لكن هذه القضية أحببت أن أشير إليها، سيمر علينا إن شاء الله تعالى في التفسير سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، سبب نزول هذه. لكن السبب المعتبر هو السبب الذي نزل وقت وقوع
أو القرآن الذي نزل وقت وقوع؟ نعم، سورة الفيل أشارت إلى قصة أصحاب الفيل وليست سبباً لسورة الفيل، وليست سبب النزول. بالرغم يا أخواني من أن الواحدي رحمه الله، وهو كتابه من أشهر كتب أسباب النزول، ذكر قصة الفيل من أسباب نزول سورة الفيل، وتجدون في كتب التفسير بعضها يشيرون إلى هذه قصة يوسف، قصة موسى. كيف يكون سبب نزول قصة يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد أصلاً قصة موسى؟ فدل على هذا أن هناك تجاوز في اللفظ في قولهم سبب النزول، سبب النزول يقصدون بها قصة النزول. وهذا إن شاء الله تعالى سيريحنا من أشياء كثيرة جداً في الخلافات الواقعة في أسباب النزول. ليش شيخ الإسلام نص على سبب النزول؟ ها؟ لأن سبب النزول طريقه واحد، من هم؟ الصحابة. سبب النزول طريقه يعني الصحابة رضي الله تعالى الذين شاهدوا التنزيل. قوله وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، ماذا يقصد بهذا الباب؟ ها؟ لا، أحسنت، التفسير بالمثال، التفسير بالمثال. وقد يجيء كثيرا أي من هذا الباب، أي التفسير بالمثال. قولهم هذه الآية نزلت في كذا، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت، وآية اللعان نزلت في عويمر العجلاني وهلال بن أمية. والعجيب أن آية اللعان يا أخواني يعني وردت أسباب صريحة، أن سبب آيات اللعان في سورة النور هي عويمر العجلاني، ونزلت ووردت أحاديث صريحة أن سبب النزول هو هلال ابن أمية، وكلها في الصحاح، كلها في صحيح مسلم. فورد عند أنس بن مالك، من رواية أنس بن مالك عند مسلم، وكان أول رجل في الإسلام هلال ابن أمية. نتيجة هذا الخلاف يا أخواني، قال العلماء إن آية النزول نزلت في هلال ابن أمية، ثم حصلت القصة لعويمر العجلاني نفس القصة فحصلت فنزلت هذه الآية. فمن السلف رحمه ومن الصحابة من قال أن سبب النزول عويمر لأنه يعرف بقصة عويمر، ومنهم من قال أنه هلال بن أمية. ومن العلماء رحمهم الله يرى أن القصة واحدة وأنها لعويمر العجلاني، وأن ذكر هلال بن أمية خطأ في الرواية، ويروى هذا عن السهيل وابن أبي صفرة أو المهلب والطبري والقاضي عياض والواحدي. دليلهم يا أخواني أن في قصة هلال، هذا استطراد، في قصة هلال وقصة عويمر أوصاف الولد واحدة، أوصاف الولد الذي يقول المسألة أبصروا بها فإن أتت به كذا وكذا وكذا فهو لفلان، وإن أتت به فهو الشريك بسحماء الذي المتهم في الزنا. أوصاف الولد يا أخواني في قصة عويمر وفي قصة هلال واحدة، ولذلك بعض العلماء يرى أن ذكر هلال بن أمية في هذا الباب إيش؟ خطأ من الراوي. لكن هل الخطأ في تفاصيل القصة يؤثر على صحة الحديث؟ هيا أخواني، لا يؤثر، وسيثبت لكم شيخ الإسلام في الفصل الثالث إن شاء الله الذي مستنده النقل، وسيذكر قصة جابر أنها كلها وردت في الصحيحة، لكن لا يؤثر على صحة الحديث. ومن العلماء، وهذا هو سياق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرى أنها من باب تعدد السبب، وأنها حصلت القصة لعويمر وحصلت لهلال وكانت فنزلت الآية سبباً لعويمر ولهلال، أو أنها حصلت لعويمر العجلاني أو لهلال ثم حصلت قصة لأحدهما بعد ذلك فذكر بهذه الآية. قال وأن آية الكلالة نزلت في جابر، رواه البخاري ومسلم، دخل عليه صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا عليه موضوعه، ففعلت فقلت يا رسول إن مريض الكلالة، فنزلت آية الميراث يستفتونك، آية الكلالة آخر آية من سورة النساء.
أو أن يحكم بني نزلت في بني قريظة والنظير أو مجلهم يومئذ دبره إذا حضر أحدكم الموت. يقول شيخ الإسلام الشاهد من هذه الأمثلة كلها يقول لك فالذين قالوا، قالوا ماذا؟ قالوا نزلت في فلان أو نزلت في فلان أو نزلت في بني قريظة أو نزلت في اليهود. قال فالذين قالوا لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. يعني هل يمكن يا أخواني أن نقول وأن أحكم بينهم بما أنزل الله نزلت من قريظة لا يدخل فيها الآن؟ يعني لا نستطيع أن نفعل أن نعمل بهذه الآية في وقتنا لأنها نزلت في اليهود؟ ها يا أخواني، يقول شيخ الإسلام هذا لا يقوله مسلم، ثم استدرك ويقول ولا عاقل على الإطلاق، لأن القرآن هل هو نزل للأفراد ولا نزل للأمة إلى قيام الساعة؟ طيب عندما يذكر السلف رحمه الله أنها نزلت في فلان ماذا يقصدون؟ ها يا أخواني، ها المثال، لا يقصدون المثال، أن هذا أنها من نزلت بسببه مثال لهذه الآية. يعني استطراد شيخ الإسلام هنا يبين لك، أقول وقد يجيء كثيرا من هذا الباب أي التفسير بالمثال أسباب النزول، فأسباب النزول يا أخواني غير محصورة في أصحابها، غير محصورة، وإنما هم أمثلة يدخلون في حكم هذه الآية. ولذلك العلماء وضعوا قاعدة وقالوا العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد يكون هناك قرائن لبعض الأدلة تفيد التخصيص، لكن الأصل أن العبرة بعموم اللفظ لها بخصوص السبب بالأمثلة ما يأتي فيها القرائن والأحوال وتفيد معنى تخصيص اللفظ العام. حديث الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، هل هي منزلة الأم في كل شيء؟ لا، سياق الحديث يفيد على أنها منزلتها في الحضانة فقط، فمن الميراث ليست الخالة ترث كميراث الأم. نعم شو تفضل يا شيخ. والناس، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من العلماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمراً أو نهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. طيب يقول شيخ الإسلام والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومة الكتاب ستختص بالشخص المعين. هذه المسألة التي أشرت إليها قبل قليل فيها قولان لأهل العلم عند التحرير. الجمهور يرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قررنا قبل قليل، فقول الله عز وجل والذين يرمون أزواجهم هذه نزلت في هلال، لكن الذين اسم موصول والموصول من صيغ العموم. القول الثاني قالوا إن العبرة بخصوص السبب، هذا قول أهل بعض أهل العلم، لكن فهمه يفهمه بعض الناس على ظاهره وليس على ظاهره. المراد به يقصدون بذلك أن لفظ الآية يكون مقصورا على الحادثة التي نزل من أجلها، أما أشباهها يعني يقولون إن والذين يرمون أزواجهم هذه تتناول هلال بن أمية أو عويمر العجلاني يقينا وحقيقة وداخل هلال قطعا. طيب من رمى زوجته مستقبلا وأراد اللعان، يقولون يدخل في حكم الآية قياسا. هم لا ينكرون، ما يقول عاقل كما قال شيخ الإسلام أن عمومات الكتاب والنص والكتاب والسنة تختص بشخص معين ولا تتعدى، لكن الخلاف هو خلاف أصولي. القول أصحاب الذين يقول العبرة بعموم اللفظ يقولون إن الآية تشمل هلال وتشمل غيره كذلك بالنص، فكل من لاعن زوجته دخل في الآية.
القائلين بالعبرة بخصوص السبب يقولون أنها يدخل فيها هلال يقيناً وغير هلال يدخل قياساً، يدخل قياساً على ماذا؟ على هلال. ثمرة الخلاف أن دليل الجمهور قطعية الثبوت، أن الجمهور يتناول حكم جميع أفراد غير السبب ما دام لا تتناوله، أما غيره فإنهم لا يسحبونه إلا على ما استوفى فيه شروط القياس. والراجح أخواني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب النزول يا أخواني له صيغتان، الصيغة الأولى صيغة صريحة في التعبير عن سبب النزول، كقوله حصل كذا فأنزل الله كذا، هذه صيغة صريحة لا تحتمل غير السببية. الصيغة الثانية صيغة غير صريحة كقوله نزلت الآية في كذا، فهي تحتمل أنها نزلت سبباً لها أو أنها داخلة أن هذا السبب أو هذا الشيء داخل في حكم الآية. ولذلك فإن غالب ما يروى في باب أسباب النزول كما قررنا على كثرة اختلافه غالبه من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد، والتي هي الصيغ غير الصريحة. طيب أختم يا أخواني بهذه الفائدة، إذا تعددت الأسباب، إذا تعددت الأسباب فالأصل أن نحملها كلها على الآية لأنها من باب التفسير بالمثال كما قررنا، أليس كذلك؟ لكن إذا كانت متعارضة فما الموقف؟ الآن يا أخواني قررنا إذا تعددت الأسباب فالأصل أن تحمل كلها على معنى الآية لأنها من باب التفسير بالمثال، لكن عند التعارض فما الموقف؟ نقول نتبع الخطوات الآتية: أولاً ننظر الصحيح منها فنقدمه، الثاني إن تساويا في الصحة فإننا ننظر إلى عبارات فنقدم الصريح على غير الصريح، إن تساويا في الصحة والصراحة فهنا اختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول أن نحملها على تعدد السبب، والقول الثاني أن نحملها على تعدد النزول. وقد أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا في المقدمة، عند قوله: وإذا ذكر أحدهم لها سبباً نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. أيهما أصح أيها الإخوة، نحمل على تعدد السبب أم نحملها على تعدد النزول؟ ومعنى تعدد النزول يعني أن الآية نزلت مرتين، أتى هذا السبب فنزلت لأجله ثم أتى السبب الآخر فنزلت لأجله. الأولى أيها الإخوة أن نحملها على تعدد السبب، هذا هو الأصل وهذا هو الأولى، ما لم يكن هناك تباعد في الزمن ينتفي معه تعدد سبب النزول. بمعنى هل يمكن أن نذكر أن نقول هناك تعدد سبب لآية نزلت بمكة وتعدد سبب لآية نزلت في المدينة؟ لا، هذه نحملها على تعدد النزول. لكن أحب أن أشير أيها الإخوة إلى أن تعدد النزول نادر، بل إن بعض الباحثين في كتاب الله تتبع كل ما قيل
تكرار نزوله وأجاب عنه وخلص إلى أنه لا يوجد له مثال بحسب اجتهاده وأنه لا يصح. لكن في الواقع لو تأملنا لا بد أن نستخدم تكرار النزول في بعض المواضع التي وردت فيها أسباب النزول صحيحة صريحة والزمن بين السببين متباعد. ولذلك أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى هذا وهو رأيه يقول أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. طيب نكمل القراءة الأخ تفضل. ومعرفة سبب النزول، قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء. المسبب ما هو يا أخواني؟ هو الآية النازلة لتلك السبب. يقول شيخ الإسلام هذه قاعدة نفيسة، العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يورث العلم بالآية. أضرب لكم مثال بسيط لهذه الفائدة. الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو نظرنا إلى هذه الآية أخواني معزولة عن سببها، كيف يكون حكم الطواف أو السعي بين الصفا والمروة باعتبار هذه الآية لوحدها؟ فلا جناح، أقله أن يكون مباحاً. نعم. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها، لأن السبب كالمشروط. فمثلا لو قال حلف حالف وقال والله لا أزور فلانا، وفي نيته سبب عدم زيارته أنه فاسق، فتبين عدم زيارته وزاره لا يعتبر حانثا. وهذا ينفع كلام شيخ الإسلام رحمه الله نفيس في باب الأيمان وباب الطلاق. فإذا طلق مثلا بناء على سبب ثم تبين انتفاء ذلك السبب فإن المرأة لا تطلق. نعم. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد بها يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. هنا يتكلم المؤلف عن صيغ أسباب النزول، فقوله نزلت هذه الآية في كذا صيغة محتملة من أن تكون تفسيرا للمعنى فتكون فيه للظرفية، والظرف هنا معنوي، وبين أن تكون سببا للنزول فتكون فيه هنا للسببية. نزلت هذه الآية في كذا أي في سبب كذا. أما إذا قيل سبب نزول الآية كذا فهي صريحة في السببية، وأما إذا قال حصل كذا وكذا فأنزل الله فهي ظاهرة وليست صريحة. فتكون الصيغ ثلاث: صريحة وظاهرة ومحتملة. وفائدة معرفة الصيغ هو الترجيح عند التعارض بين الأسباب كما تقدم. نعم. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سبباً نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم إذا قال الصحابي قولاً أسباب النزول هل له حكم مرفوع؟ هذه مسألة كثيرة ما يشير إليها بعض المحدثين في قول الحاكم، يعني الأصل فيها قول الحاكم أنه يرى أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، والصحيح أن كلام الحاكم أجمل في موضع من كتبه
وفسره في موضع آخر، وهو أنه يريد أن الذي في حكم المرفوع هو أسباب النزول، هي أسباب النزول. نعم. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وهذا كما أشرنا في بداية التفسير بالمثال أن أحد أنواع التفسير بالمثال هو، ها يا أخواني، هو أسباب النزول. شيخ الإسلام رحمه الله كل هذا السياق كما قلنا مرارا يريد أن يقرب لك الهوة الحاصلة أو كثرة الأقوال المنقولة عن السلف في التفسير، ويقول لك لا يجعل هذه يجعل هذه الأقوال مانعة لك من تعلم التفسير، فإن أغلبها من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. نعم. وإذا ذكر أحدهم لها سبباً نزلت لأجله وذكر الآخر سبباً فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنه الآن اكتفى شيخ الإسلام أو انتهى من الصنف الأول والصنف الثاني الذي قال وهما صنفان، يقول اختلاف التنوع صنفان. والآن يا أخواني يقول لك شيخ الإسلام وهو العارف بأقوال السلف، وأنا لعلي أكثرت عليكم من هذه القضية لأنكم ستجدون فائدتها عندما تقرؤون في كتب التفسير. شيخ الإسلام رحمه الله العارف بأقوال السلف يقول كالتمثيلات هما الغالب، يقول هذان الصنفان، الصنف الأول اختلاف العبارات والتفسير بالمثال هو الغالب على في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. بعدما انتهى من الصنفين السابقين ذكر شيخ الإسلام الصنف الثالث والرابع، وذلك تذكرون أنما قال صنفان قلت بل هما أربع كما ذكر شيخ الإسلام، لكنه يرى أن بعض أنواع الثالث يدخل أو بعض أنواع الرابع يدخل في الأول. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.